أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. كنا توقفنا منذ قليل عند السيد عرعر، كنا نتحدث عن الجانب الرقابي من جانبه الإيجابي على المسؤولين بمكافأة هؤلاء المسؤولين على إنجاز ربما المهام الموكلة إليهم. طبعا، وهذا لب التنمية والاقتصاد تاعنا إلى آخره. يعني شخص لي يعمل في موضوع وميدان حساس إلى آخره، هذا لازم له أولا ما يكونش عمل فردي، لازم يكون عمل جماعي، وما يكونش عمل خارج الناس المختصة. وكارثنا دائما كانت هنايا أن الناس المختصين والعارفين بالميادين تهمش، وفي خاصة في الميادين التقنية إلى آخره، ولا نسمع لهم كثيرا. نغلب دائما القرار السياسي وتاع المسؤول على الناس المختصين الى اخره. فلهذا اليوم ما حدث في 20 سنة السياسيين لابد من تقييمه، لانه التقييم الشعبي دار، والقطيعة طالب بها الشعب، والتغيير طلب بها الشعب، والانتقال طلب بها الشعب. اليوم على المسؤولين الان حاليا ان نستفيد ما حدث بتقييم هذه المرحلة والوقوف على الجروح ومكان الألم، وأنك تداويه باحترافية بعدالة وباستدامة حتى ما يرجعش الناس نفس الطبيعة تاعهم. هذا مهم جدا. وهذا ما معناه؟ معناه أنك راح تزيد الدعم الثقة، أكيد، حتى المسؤول اليوم لما يشوف باللي ما كاش ثقة يخاف باش يمضي، صح، يخاف باش يدير اتفاقية، يخاف باش يمشي في مشروع، قال انا خاطيني خلي يجي القرار من الفوق الى اخره من المسائل. فلهذا لو كليما جينيرال تاع الثقة لازم نخدموه، نسترجعوه، لازم نقووه ونسترجعوه في الاطارات تاعنا، لانه كاين اطارات راهي تعاني وهي مخلصة وراها تدير في مجهود كبير، ولكن الخوف تاعها بانها تقع في مشاكل تقول لك انا ما نبادرش، نبقى بعيد إلى آخره من المسائل. ولهذا ربما يكون ربما تشجيع لهؤلاء المسؤولين على إنجاز هذا المشاريع في كل التخصصات. سيد بن توري، لو نتحدثوا على المسؤولين المحليين، هل تشوفوا أنهم ربما لعدم ربما إنجازهم لهذا المشاريع، هل تشوفوا أنه عامل يعني الضائقة المالية خاصة في المناطق الظل تلعب أيضا دور؟ يعني من جهة ربما مطالب المواطنين، ومن جهة أيضا الضائقة المالية، فيقع المسؤول في ربما نوع من الضغط عليه. والله بالنسبة للكلمة تاعك سيدتي، الضائقة المالية، يعني أنا نتصور يعني كنا نتبعوا في الأحداث، احنا كسياسيين كل سنة، حتى في النظام القديم النظام الفاسد، كل سنة كان قال رئيس الجمهورية دعم الولايات بملايير ملايير، صح، كانت كاينه. اليوم تشوفي في كل بلديه عندها مشاريع متوقفه، صح، سوء تسير. ولكن هنا لازم نطرقوا نقطه اساسيه، لو كان نعاودوا نشوفوا لازم اعاده النظر في قانون الصفقات، كان طرق ليه الاخ عبد الرحمن، اعاده النظر ربما في كل القوانين بما فيها قانون الاحزاب، قانون الانتخابات، في قانون الصفقات المحليه، الجبال. ولكن احنا اليوم لا كان بناء الجزائر الجديده، الماده 7 و8 من الدستور تقول الحكم الشعب، الشعب ينادي. اليوم لازم تكون السلطات المحليه تكون منتخبة حقيقيا، ما تكونش يعني عن طريق الكوطة وعن طريق التزوير، تكون حقيقية. لما يكون الإنسان منتخب حقيقي من طرف الشعب، من صوت الشعب، تكون ثقة بينه وبين المواطنين، ويكون بين المواطن وحق والتسيير ثاني يكون، لأن الشعب راه واعي، يقدر غدوة إن شاء الله لكان جزت هذا الديمقراطية، الشعب راح ينتخب ويختار الانسان المؤهل اللي يمثله. اليوم كي تكلمتي على الممثلين هذو، لانهم ما قدروش يسيروا، لانهم كانت كل القرارات، تحبوا ولا نكرهوا الحقيقه مره نتكلموها، قرارات الجمهوريه الجزائريه كانت تاتي من علبه سوداء، من شومبر نوار، تاتي من قرارات افقيه، من رئاسه الجمهوريه تاتي حتى البلديه اللي راك تكلمي عليها في المناطق. واليوم سيد اليوم التوري. اليوم لا، اليوم رئيس الجمهوريه
مدام الشعب الجزائري. يعني رانا نشوفوا فيه مرافقة لهؤلاء المسؤولين المحليين للمناطق الظل أيضا بالرغم من الضائقة المالية، إلا أنه فيه ربما مرافقة من حيث تمويل هذا المشاريع خاصة للبلديات اللي عندها يعني ضائقة وشح في الموارد المالية. لا هذا في هذه في مدة استعجالية. نعم. لأن كان مناطق حقيقة جزائريين، يعني احنا تجولنا في إطار النشاط الحزبي، تجولنا في الجزائر العميقة في الولايات. نعم. بلديات يعني والله ما تقولي راني في القرن العشرين. صح. يعني حقيقة الناس مساكن راهم عايشين معاناة. نعم. معاناة. ولكن اليوم قلت لك اليوم اللي كان التمثيل يكون أنا نظن يعني رئيس الجمهورية بعد الدستور يعني حل المجالس. نعم. المجالس المنتخبة لازم ما نقدروش نكملوا، ما نقدرش رئيس جمهورية منتخب جديد واستفتاء على دستور ونقدروا نكملوا فترة طويلة ولا بهذا الهيك يعني بهذا المساعدة هذا المنتخبين. نعم. ما نقدروش اليوم اليوم نعاودوا الانتخابات، لازم تكون انتخابات ربما مسبقة حتى مسبقة يعني يتسنى للمواطن انه يخير ربما المسؤول اللي يقدر يعتمد عليه وهذا في اداء وهذا اللي رانا نديروا به. وتقولي طيب. يعني كي نتكلموا على الاموال، الاموال في الجزائر كانت دائما كانت، ولكن التسيير تاعها اللي كان سوء التسيير هو اللي ادى ربما سوء التسيير يكون ربما الى هذا حتى من ناحيه القوانين المالية. عندنا قوانين مليحه سيدتي، ولكن تطبيق تاعها. نعم. في الميدان ما كانش. طيب سيد عرعر، نبقاو دائما في السياق، ما هي ربما الصعوبه او الاسباب اللي تمنع ربما هؤلاء المسؤولين من تطبيق التعليمات الموجهه اليهم بتجسيد هذا المشاريع خاصه كما تحدثنا في مناطق الظل؟ هل يندرج ربما هذا المفهوم في إطار التقاعس، أو أنه المسؤولين غير أكفاء كما كنا تحدثنا قبل قليل، أو لأسباب ربما أخرى أدت إلى عدم تطبيق هذه المشاريع؟ أنا نظن باللي فيه جزء من مسؤولية تأتي على عاتقهم. نعم. أكيد لكن ما همش أحرار. لأنه النظام الجزائري كيف ماشي أحرار؟ إيه، لأنه النظام الجزائري والقرار السياسي كله ممركز. نعم. لما أنت تدير رئيس بلدية منتخب والقانون يعطيه كل الصلاحيات. نعم. هو مسؤول أمام الشعب بتجسيد هذه المرافق. نعم. وتنفيذها. أول محاسب ليه هو شكون؟ هو الشعب من المفروض. نعم. والشعب يحضر في المداولات، والشعب يلعب دور رقيب بتعطي بإعطاء التقارير. وين وصلت في تجسيد توصيل المياه في المدارس في الصحة. نعم. إلى آخره. الناس لعبت من مصير مجتمع كامل. نعم. في الميادين هذه. أصبحنا اليوم نعم يعني نهبت الأموال وخلات يعني نهبت المواطن يتخبط في مشاكل الأراضي ونهبت المشاريع وعطلت ديمومة اقتصاد إلى آخره. فلهذا اليوم وش نحتاج؟ نحتاج إلى حوكمة سياسية قوية، حوكمة سياسية، حوكمة اقتصادية. نعم. تتماشى مع الحوكمة السياسية بأساليب جديدة. وهذا وش يتطلب؟ يتطلب أن نستثمر اليوم التكنولوجيا. نعم. والرقمنة. نعم. رانا متأخرين اللي هي علاش؟ لأن هي اللي تعطي لك الشفافية أكثر. نعم. في تسيير المرافق. صح. العنصر البشري راه يعاني. نعم. عندنا أسماء في العنصر البشري في الكثير من القطاعات. عندك الكفاءات راهي تهاجر. صح. عندك كفاءات تقول لك انا ما نبادرش من بعد غدوه يجوا يحاسبوني ولا يجوا ينتقموا مني الى اخره. لهذا لازم لهم من حمايه، وهذه الحمايه شكون يديرها؟ نعم. يديرها المسؤول الاول في البلاد. نعم. ولكن هذه الصلاحيات تسقط على مستوى المسؤولين لتحت. وما يسكروش البيبان. هذا معناه لازم لك اعلام وتواصل قوي محترف. اليوم الاعلام المؤسساتي ضعيف. نعم. كيفاش بين مكتب ومكتب ما كاش اتصال. نعم. في نفس القطاع. والناس مثلا من ضربة بيناتها بأي حق هذا؟ يعني كله نتخلق يعطل. نعم. مصلحة المواطن. أكيد. المشروع اللي يتعطل. نعم. فلهذا اليوم لازم لنا رقيب آخر يكون هو المجتمع المدني. نعم. ما هوش تعطبل. نعم. راح تحسوا بعد قليل. لهذا لازم لك مجتمع مدني متخصص محترف. ويخدم
في المسؤولية الاجتماعية. طيب سيد عرعر، تحدثوا أكيد على دور المجتمع المدني في ما يتعلق هذا الموضوع. سيد بن توري، لو تحدثوا على مشكل آخر ربما عويص أيضا يتمثل في البيروقراطية، هذا المشكل اللي وصفه مؤخرا الوزير الأول أنه العدو الأول للإدارة، كيف يمكن في نظركم القضاء على هذه أو مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر الدولة والإدارة بشكل خاص؟ والله البيروقراطية يا سيداتي هو جزء من الفساد. نعم، لأن البيروقراطية هي اللي ساهمت في جزء كبير الفساد. اليوم احنا تكلمنا بالأمس، يعني عند يومين ثلاثة أيام رئيس الجمهورية أخذ قرار. نعم، القرار هذا الغاء سكون ابل هذيك لي لتر انونيم، الرسائل المجهوله حقيقه، لان ما تنساش عندها ايجابيات وعندها سلبيات، والسلبيات تاعها اكثر من الايجابيات. نعم، لان الناس فرغ شغل نحكم رساله نكتبها على السي عبد الرحمن عرار، وهنا هذا يعكر في الجو تسيير. هو قرار مليح، قرار يعني ربما قرار مؤقت سليم، ولكن قرار سليم. ولكن ما ننسوش اليوم الاليات اللي نحاربوا بها البيروقراطيه واش هي، كي يكون المسؤول. نعم، المسؤول على كل جهاز مسؤول كفء، هو اللي يتحمل المسؤوليه. نعم، عنده كل الاليات باش يقدر يتحمل المسؤوليه، يحارب ايضا هذه الظاهره. والظاهره كيفاش يحاربها؟ حاربها تقدري اليوم نتكلموا على هي الان وين تصيبي هذا المشكل، تصيبي في الوظيفه العمومي خاصه. نعم، ولا بعض الهيكل الماليه مثلا كالبنوك كال. نعم، من اجل مصالح. نعم، البنوك من اجل مصالح ماليه، في الاداره في الوظيفه العمومي. ولكن اليوم الاداري لكان ما عندوش مسؤول كفء، ما عندوش مسؤول اللي يخافوا. نعم، ما عندوش عاد اللي يخاف منها، ما عندوش. الان نتكلم، راح نرجع لنقطه مهمه. نعم، العداله الاجتماعيه يا سيدتي. اليوم تشوفي يعني بيناتنا كل صراحه، نتكلم كجزائري ونتكلم من كل احساس ومقر، تشوفي بال 20,000 دينار حتى ولو اليوم السميق راه 2000. نعم، 20,000 دينار تحفيز للموظف الجزائري. نعم، اللي ربما راه يسعى مسكين 23 24 سنه يسعى باش غد ما شاء الله يبني بيت ويتزوج ويولي فورق كبيره. طيب نشوفوا بين. لكن سيد بن توري، يعني بالرغم من انه ربما رانا نعانيو من ازمه ماليه بتزامن مع هذا الجائحه وهذه الفتره الاستثنائيه اللي راهي تعيشها البلاد، الا انه ما نكروش يعني بعض الجهود من اجل الرفع من ربما مدخول المواطن في انتظار ربما انه اسعار النفط يعني ترتفع او اننا ننتجه الى نشاطات اخرى كقطاع الطاقات المتجدده وايضا قطاع الفلاحه والصناعات التحويليه. لا شوفي يا سيدتي، انا لانعاش الاقتصاد، احنا كحزب سياسي حزب صوت الشعب ماشي باش نقول نثمن من ثمن من، احنا اللي اصلح اللي اخطا. اكيد احنا رئيس الجمهوريه اليوم اتخذ قرارات وشجاعه. شجاعه تعود له، اتخذ قرارات. نعم، باش هذا الشعب الجزائري اليوم كاين ناس مسكن ما قدرش تعيش في الجائحه هذه اللي ما قدرش لاسباب معروفه باش يكون عندها مدخول، اخذ قرارات رغم ازمه ماليه كبيره. ولكن تحمل المسؤوليه بادراج المنحه هذه تعود له، تبقى له في التاريخ. نعم، تبقى له في التاريخ، غدا نشوف النتيجه تاعها وان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه. طيب سيد بن توري، ولكن اليوم ما ننساش سيدتي ان انا الكلام اللي تكلمت لك على 20,000 دينار، ربما 20,000 دينار تكون كافيه للحصول، ولكن هذا إعادة النظر في إن شاء الله في أشياء. طيب كثيرة. سيد بن توري، سيد عرعر، كنت تحدثت على ربما نظام الرقمنة، الأكيد أنه عدد من المتابعين وأنتم يعني قلتم أنه للقضاء على مشكل البيروقراطية يعني اللي سائد كثير في هذه السنوات خاصة في الإدارة هو رقمنة العديد من القطاعات ووضع أيضا كفاءات حقيقية لإضفاء الشفافية كخطوة أولى كما قلتم. أكيد الرقمنة 60% 70% تقضي على البيروقراطية ومتاعب المواطن. نعم، لكن البيروقراطية لازم لها كذلك من قرارات سياسية. لما أنت تمركز
مجموعة كبيرة من الخدمات والصلاحيات في يد واحد. ما معناه؟ معناها راح يستغلها ويستعملها ويدير لها نفوذ ويتعب المواطن. لما نكسر احنا هذا الشيء هذايا وتنقص من هذه الصلاحيات وتديرها عن طريق الرقمنة في متناول المواطن، يولي هذاك الموظف وهذاك الإطار ما عنده ما يدير. يولي يتبع المسار الطبيعي نتاع العمل تاعو، وما تكونش فيه تلاعبات، ما تكونش فيه بيروقراطية وفساد ايضا، وانك هذيك الصلاحيات ما تخليهاش في يد واحد، تخليها في يد مجموعة. هذه من ناحية. اثنين، في اشخاص 30 سنة في نفس السيرفيس بأي حق؟ نعم. وهو اللي يمد وهو يدخل وهو يخرج الى اخره، ما ويدي باسي حتى اللي جان وكذا الى اخره. كاين ناس اصبحوا خدمتهم غير هذه، وتعطي له حتى منصب تاع وزير يقول لك ما نروحش نبقى غير هنا. نعم، لان فيه مصالح. لما نعوم هذه المصالح ونقربها اكثر الى المواطن تقضي على البيروقراطيه. اكيد نشوفوا روحي للحاله المدنيه، لما نبسطها وتولي كل شيء بالنيميريك خلاص صح، المواطن ما يحتاجش يروح الحالة المدنية. الدول تقدمت عنده وثيقة واحدة فيها شهادة الميلاد، جواز السفر تاعو، الحالة العائلية تاعو، بفضل هذا النظام الجنسية تاعو، كل شيء. يروح برا في ديستريبيتور اوتوماتيك يضرب بالكود تاعو يخرج تخرج الوثيقة فيها كل المعلومات تاعو، ما يحتاج يشوف المير، ما يحتاج والو. احنا هذا هو مشكلتنا، وهذا هو اللازم. لما نقرب هذه الخدمات للمواطن خلاص المواطن الموظف يشي يولي ما يولي لا عنده لا نفوذ الى اخره، ما عنده اتصال بالمواطن. ما يشوف اللي عنده فقير، الفقير ما يشوف الغني، ما يشوف كذا الى اخره. طيب، فلهذا عمل كبير ينتظرنا. كما نقولش انا فقط مسؤوليه جهه معينه، عمل كبير في تطوير المجتمع تاعنا بإدراج هذا النظام الرقمنة والقضاء على البيروقراطية والرشوة والفساد إلى آخره. طيب سيد بنتوري، هل وجب اليوم اختيار المسؤولين بما يتلائم مع الكفاءة كما قال السيد عرعار، خاصة في مجال التسيير، يعني ضرورة أيضا تكوين العنصر البشري بما يتلائم كل وقطاعه، يعني بعيدا عن المحاباة والمعرفة اللي شفناها يعني سادت كثير في السنوات الماضية؟ حقيقة اليوم العالم راه تطور. احنا قلنا كلمة العولمة، العولمة حقيقة العالم رجع قرية صغيرة. صح. اليوم من المهام الكبيرة اللي تقوم بها الجزائر، عندنا مراكز تكوين، عندنا رامي كونو خاصة في المانجمنت، تركيز على العنصر البشري. العنصر البشري مهم جدا. ما اليوم ما نكونش انا اليوم الجامعه الجزائريه تكون لي 5000 مهندس ولا 5000 ليسونس ولا 5000 ماستر في اختصاص اللي ما نحتاجوش. صح. اليوم لازم بما يتلائم ربما مع تكوين سكون ابيل لا فورماسيون لا كارت. نعم. هذا يكون بالرقمنه ويكون بالبلانيفيكاسيون بالتخطيط. احنا في الجزائر وزاره التخطيط ما كاش. لازم لنا تخطيط نخطوا للمدى القصير، للمدى المتوسط، للمدى الطويل، مدروسه. اليوم الكفاءه هي، ولكن الكفاءه وشن هي الكفاءه؟ كيفاش نقدر نعرف باللي سي عبد الرحمن كفء؟ شهاده، عنده شهاده. حقيقه انا كنت تكلمت على فشل المنظومه التربويه. نعم. وهنا مسؤول على كلامي. اليوم كاين شهادات كثيره، ولكن المستوى ما كاش. يعني ضرورة ربما إعادة النظر أيضا في هذا القطاع وتحسين ربما المستوى، تحسين المستوى التعليمي. تحسين المستوى حتى المسؤولين اللي عندنا اليوم ما فيهش عيب. اليوم عندي إنسان راه مدير مؤسسة ولا مدير بنك، يعني شوفوا إنسان كفء، إنسان وطني، إنسان مخلص، إنسان تتوفر فيه شروط تسعة يخصوا العاشر اللي هو تكوين في المانجمنت، نبعثوا تكوين ما فيهش عيب. هذا هو التقويم، كيفاش نقوم المسؤول. ماشي قال مسؤول الشركة، حقيقة الشركة طاحت هو يطيح، لأنه هو المسؤول الأول. أكيد. ولكن لماذا كيف احنا ما عندناش هذا، ما شفناش. شوفي عنصر الوقت ما خذيناش بعين الاعتبار،
وعصر كيف لو كومون كومون اي كون كيفاش اليوم انا ما تقوليش نجي ان شاء الله ان شاء الله حقيقه اليوم انا كمسؤول كوالي نجي مسؤول مسؤول على قطاع ولا رئيس بلديه نقول له وقتاش اليوم انجاز هذه تاع المدرسه يقول لي ان شاء يعني الله على اليوم لا. الاولويه تقعد دائما للتجسيد على للتجسيد ارض الواقع على ارض الواقع وليس فقط كلام من قبل ربما المسؤولين. طيب سيد عرعر لو نتحدث الان على دور المجتمع المدني في هذه المرحله التي قلتم تقتضي ربما تكاثف الجهود لتحسين مستوى معيشه المواطن بالدرجه الاولى. أكيد لأن المجتمع المدني حلقة مهمة في أي دولة في أي مجتمع في أي سياسة ولكن لا نريد المجتمع المدني اللي نعرفه للأسف منذ الاستقلال ما قدرناش نخلق مجتمع مدني متخصص محترف مستقل عنده قدرة التحرك عنده قدرة الفعل في الميدان مع احترامي لكل مبادرات والالتزام اللي شاهدناه رغم الصعوبات والضغوطات لكن عندنا رصيد مهم اليوم في الجزائر نقدروا نستثمره ولكن رانا عاد على المقاييس الدوليه. واليوم سيد عرعر تركيز كبير على المجتمع المدني كما قال رئيس الجمهوريه خاصه يعني في هذه المرحله تقتضي اقول اشراكهم في كل المواضيع خاصه في الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي ولكن في جانب حتى معيشه المواطن. نعم. تعرف المجتمع المدني في الجانب الاقتصادي يقدر يخلق ثروة أكيد يقدر يخلق مناصب عمل نعم هم كمؤسسات وهذا اللي لازم نعطوه لهم هذه الفرصة يمارسوها مهم جدا نعم. المجتمع المدني يتأسس كطرف مدني في القضاء في محاربة الفساد والبيروقراطية إلى ونبعدوا أيضا على الممارسات العهد البائد اللي كانت ربما تغني فقط في المواعيد الانتخابية تقارير موازية نعم. على الفساد في الجزائر نعم. وعلى أي منطقة إلى آخره المجتمع المدني اللي عنده المسؤولية الاجتماعية في متابعة ما مدى تقدم المشاهدة. أداء المسؤولين على مستوى الحكومة ولا مستوى المنتخبين ولا مستوى البرلمان ولا المحلي اليوم شكون اللي راه يتبع هذا رئيس البلدية من غير القرار السياسي إلى آخره احنا نستناو رئيس البلدية في لا ديستريبيسيون دو لوجمون ولكن في المسائل الأخرى اللي خاصة عندها علاقة بالمحيط عندها علاقة بالصحة عندها علاقة بالبيئة عندها علاقة بالتسلية إلى آخره ورانا ما كاش ولكن ما نقدرش نحمل المجتمع المدني هو فاقد لهذا الشيء لازم نكونه أكيد. لازم نعطوا له الامكانيات لازم نديروا فيه الثقه نعم. لازم نقووا له القانون نتاعو ونحموه حتى لا يستغل سياسيا اذا كان تحوس على مجتمع مدني غدوه لانه فيه محطات انتخابيه نعم. ما درناش الجزائر الجديده لا تبنى هكذا صح الجزائر الجديده مجتمع مدني مستقل واللي يحب يدير البوليتيك راه يدير البوليتيك نعم ويترشح وينتخب الى اخره واعتمد على المناضلين تاعك اما الممارسات القديمه هذيك فاظن من البدايه راح تكون فاشله لان شفناها في 20 سنه وشفناها في الحزب الواحد وشفناها في محطات اخرى فلهذا اليوم المجتمع المدني في الجزائر قادر يلعب دور كبير ولكن لازم نعطوا له الناس اللي يعرفوا المجتمع المدني وعندهم ناس اكفاء اكفاء يخموا بالدرجه الاولى على مصالح المواطن وليس على مصالح الشخصيه انه ننفيستي غير في العدد ونفقد النوعيه فنظن بانه هذا كذلك مخرج ما يديناش بعيد. نعم، طيب كاخر سؤال سيد بنتوري كيف يمكن اليوم ان نسترجع الثقه بين المواطن والمسؤول؟ هذه الثقه اللي شفناها يعني ربما غابت كثير في السنوات الفائته. شوفي اكتساب الثقه اعاده الثقه باختصار فقط سيد اعاده الثقه للجزائريين للشعب الجزائري اولا راح ان شاء الله تبدا باستفتاء الدستور نعم نحب ولا نكره لانه منه نقدروا نخرجوا كل القوانين الحاجه اللي كانت عندها علاقه مع الماضي الاليم هذا تاع المفسدين نخلصوا من هذا نحاولوا نتخلصوا منه احنا انا كحزب سياسي احنا نخدموا على
على واحد النظام انه نخدموا ماهوش ببطء ولكن نخدموا بمدى متوسط. نعم. لان السرعه الثانيه والتسرع ماهيش مليحه. ما ناخذوش قرارات تجاريه قال اليوم غدوه. صحيح اليوم نقول انا نقضي على هذه ولكن الاليات والرأي اسكو فكرت اسكو وجدت اسكو قومت درت تقويم درت. نعم. لازم كل حاجه تكون بنيه على تقويم وعلى قرارات واختيار الكفاءة. الكفاءة كان في الجزائر يا سيدتي كان شباب ما شاء الله الجامعة. نعم. الجزائرية خرجت إطارات وراهم متمشين اليوم حان الوقت اللي نعطوا لهم فرصة ربما إن شاء الله لبناء الجزائر الجديدة إن شاء الله. طيب قبل الختام إذن أشكركم السيد منصور بن توري قيادي في حزب صوت الشعب شكرا جزيلا لكم. الشكر موصول أيضا إلى السيد عبد الرحمن عرعار رئيس المنتدى المدني للتغيير شكرا لكم. شكرا سيدي على حضوركم معنا في هذا العدد. مشاهدينا الكرام نصل الآن إلى الختام شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.